أشكر السيد النقيب وأشكر نقابة المحامين على إتاحة فرصة للجميع لهذا الجمع المتميز من القيادات والرموز الوطنية ومن السياسة ومن الشخصيات العامة للتواجد في هذا اليوم. وضع الأمر إننا كمصريات ومصريين أمام اختيارات صعبة للغاية، اختيار يهدد إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم أو إطالة عمر إطالة أمد نظام الاستبداد القديم وتجديد الدماء بصورة شكلية، واختيار آخر يهدد ويتهدد الجماعة الوطنية المصرية لهيمنة لفصيل واحد على مراكز صنع القرار وعلى أعصاب مصر التشريعية والتنفيذية والسيطرة على دولتها. نحن إذا الاختيارين كجماعة وطنية مصرية، وأنا أتحدث هنا باسم حزب مصر الحرية أحد الأحزاب التي وقعت على وثيقة العهد، نحن إذا الاختيارين مطالبون، وهذه هي مسؤوليتنا الوطنية تجاه الشعب، نحن مطالبون بأن نبحث عن اختيار ثالث، عن طريق ثالث، عن كتلة ثالثة. هذه الكتلة الثالثة لن تقبل أن يزايد عليها، ولن تقبل أن توضع اختيار إما أن تؤيد المرشح ألف أو أن تؤيد المرشح باء، وإما أننا نكون حلم الديمقراطية واستحقاقات التحول الديمقراطي. هذا الكلام مغلوط وغير صحيح. نحن ومن اللحظة التي توافقنا لها على وثيقة العهد نرى أنفسنا باعتبارنا نشكل حركة الديمقراطية تريد أن تتحول من لقاءات الأحزاب ولقاءات اللغة الفكرية والثقافية إلى عمل تنظيمي وشعبي واضح على الأرض. سنسخر جميعا طاقاتنا للوصول إلى ما أسماه الأستاذ عبد الغفار جفر تحويل وثيقة العهد إلى وثيقة شعبية، نؤكد بهذه الوثيقة على رفضنا إطالة عمر الاستبداد، رفضنا تدين السياسة المصرية، رفضنا هيمنة فصيل واحد على السياسة، لأن أبدا لن تأتي هذه الاختيارات بتحول ديمقراطي ولا بدولة مدنية ولا بعدالة اجتماعية. نحن لنا وجود، نحن وزننا التصويتي والانتخابي أكبر من الكتلتين الأخريتين. نحن أتحدث عن من 8 إلى 9 مليون مصرية ومصري صوتوا لهذا الطريق الثالث، لهذا الاختيار الثالث. ومسؤوليتنا أن نترجم هذا إلى عمل تنظيمي وشعبي، وأن نتابع ما ستسفر عنه الانتخابات، وأن نراقب كمعارضة ديمقراطية. هذا هو مصير هذه المجموعة، هذا هو مصير هذه الكتلة، ولن نقبل على الإطلاق أن نوضع بين اختيارين إما أو. فنحن نرفض الاختيار الأول للأسباب التي أعرضنا عنها، ونرفض أيضا الاختيار الثاني للأسباب التي أعرضنا عنها، ولن نقبل أن نوضع على الإطلاق بين الاختيارين. كلمة أخيرة أقول مطالبة لجميع الأحزاب والشخصيات العامة بالفعل لتحويل وثيقة العهد إلى وثيقة فاعلة على الأرض من خلال عمل تنظيمي، وأن نربط بينها وبين إخبار، وهذه مسؤولية النواب البرلمانيين ومن يشارك في الحوارات مع الأحزاب وعلى الأمور بشأن الجمعية التأسيسية، أن نخبركم عما سيخبر عنه لقاء السبت. العطلة لقاء السبت لأن اللقاءات أجلت أكثر من مرة، هذه مسؤولية وهذا تعهد بيني ومن زملائي في البرلمان. أرجو التوفيق وأرجو أن ينظر إلينا الشعب المصري ويرى بنا من يستطيع أن يتحمل مسؤولية الاختيار الديمقراطي في لحظة نحن جميعا سنواجه باختيارات بعيدة عن الجوهر الديمقراطي في جولة الإعادة. أشكركم وسعيد بوجودي في المقابل. شكرا جزيلا.